السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي الزملكاوي ولجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني الزملكاوي المتعصب قرروا تحديد موعد مباراة الأهلي وإنبي. المفروض المباراة كانت يوم 27 فحددوا المباراة يوم 22. أول الميعاد ده بالنسبة للنادي الأهلي ميعاد كارثي. النادي الأهلي كان هيلعب يوم 19 وهيلعب يوم 24 وبعد كده هيلعب يوم 27 مباراة إنبي. طبعا الفترة ما بين 19 هي مباراة المقاولين اللي هتتلعب يوم الأحد و24 كانت فترة كافية للنادي الأهلي. والأهم من ده إنه مش هيضغط النادي الأهلي مش هيلعب مباريتين في ظل الظروف اللي بيمر النادي الأهلي فيها. يعني هضرب الحديد لي النهاردة طالع يوم 19 هلعب مضغوط يوم 22 مع إنبي وأنا أساسا بعاني كالنادي الأهلي بعاني من نقص عددي من اللعيبة بتاعة المصابين. ازاي هطلع من مباراة وادخل على مباراة مهمة جدا مباراة النجم الساحلي لازم لها استعدادات خاصة ولازم اللعيبة واستشفاء للعيبة ومباراة مهمة للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما فيش قدامه حل غير انه يكسب الثلاثة بونت يكسب مباراة النجم الساحلي. انت النهاردة جاي تحدد لي مباراة يعني هطلع من المقاولين ربنا يستر على اللعيبة بتاعتي. احنا شايفين لعيبة النادي الاهلي في الفترة الاخيرة كل مباراة لعيب يسقط منه بلاتينيوم عندك إليو ديانج قبلها في التدريبات وليد سليمان في الماتش اللي فات بتاع طنطا محمود متولي وقفشة طلع برضو بسبب كدمة في أو وجع أو ألم في العضل. في إيه؟ أنت عايز مننا إيه يا عم عمرو جنايني أنت والزناتي؟ تقدم لي مباراة ليه؟ مباراة هو أنا اللي طلبت التأجيل؟ اتحاد أنت قلت جهات أمنية وأنت نسقت والجهات الأمنية كلمتك وأنت كلمت الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإفريقي كلمك وأنت ماشي. وقلنا المفروض أساسا الأندية تبقى عندها علم باللي بيحصل أو رؤساء مجالس الأندية يفهموا دي اللي بيحصل لكن وقلنا مع ذلك محدش اتكلم مفيش مشكلة. ها أنا داخل على مباراة مهمة تضغطني ليه؟ تضغطني ليه؟ والمصلحة مين؟ طبعا عارفين كلنا المصلحة مين؟ عمرو الجنايني عايز يوقف انتصارات النادي الاهلي مش بس انتصار. انا ما يهمنيش دوري انا كاحد جماهير النادي الاهلي ما يهمنيش دوري انا يهمني بطوله افريقيا. النهارده كنت هلعب يوم 19 واقعد 20 21 22 23 وهلعب يوم 24 يعني عندي اربع ايام صافيين راحه. النهارده لما العب يوم 22 والعب 26 يبقى عندي 23 24 25 هلعب 26 ثلاث ايام. بتضغطني ليه؟ انت المفروض كاتحاد مصري انت بتقول ان انا فير بقى وماليش علاقه وبقف على مسافه واحده من كل الانديه والكلام ده كله. ترى انت المفروض الاتحاد مصري ده نادي مصري بيلعب في بطوله افريقيا. المفروض الاتحادات الاهليه في كل مكان في العالم بتساعد الانديه بتاعتها الا عندنا. لا انا مش مشكلتي انا لاعب الجن الازرق لكن انا عندي نقص يا جماعه عندي مشكله في اللعيبه اصابات كتير وبعدين استغفر الله رب الاصابات دي قدر وبتاعت ربنا سبحانه وتعالى صحيح لكن برضو كل حاجه بالعقل. ما بقاش بعاني من اجهاد وعاني من نقص عددي وداخل على مباراه خايف من احتكاك لعيبه داخله خايفه من الالتحامات ومن احتكاكات علشان ما يتمش اصابات عشان مباراه مهمه زي النجم الساحلي. انا استفدت ايه بقى؟ طب والمصلحه مين تقديم المباراه ده؟ ده وما نشوف هل مجلس النادي الاهلي هيسكت على هذا الكلام ولا الموضوع هيعدي ولا هيطالب ان المباراه تتاجل لبعد النجم الساحلي. يعني المباراه بين النجم الساحلي المفروض اساسا خلاص يعني 26 وهتلعب يوم 1 فبراير المفروض ما فيش عندك مباريات تاني. يعني هتطلع من النجم الساحلي وهتخش على مباراه الهلال السوداني يعني عندك مباريتين في غايه الاهميه. انا استفدت ايه بقى او انا لعبتي لمصلحه مين ان لعبتي تتكسر لعبتي يحصل بلاش تكتيك كلهم طلعوا زي الفل وسلام. مفيش تكسير الاجهاد بتاع اللعيبه عندي مباراه مهمه مش فاهم. ده راي ده موعد مباراه ده رايي في موضوع تحديد الميعاد يعني ان هو يعني هدفه ايقاف انتصارات النادي الاهلي في الدوري. يا سيدي خد الدوري اشبع بيه يعني وفين محمد فضل وفين الناس اللي مش فاهم. النادي الاهلي المفروض يبقى له كلمه في القصه دي يتكلم يبعت خطاب لاتحاد الكوره يتصرف يعني.
بالنسبة لمباراة الاتحاد وبيراميدز النهارده، الهدف اللي احرزه نادي بيراميدز اتحسب لعبد الله السعيد، وعبد الله السعيد بكده بيدخل نادي المئة في مصر. اللعيبة اللي في نادي المئة في مصر: الكابتن حسن الشاذلي رحمة الله عليه ب 173 هدف، حسام حسن 169 هدف، الضزوي 130 هدف، مصطفى رياض 123 هدف، كابتن محمود الخطيب 109 هدف، احمد الكاس 107 هدف، محمد ابو تريكه 106 هدف، جمال عبد الحميد 101 هدف، وينضم ليهم رقم 9 عبد الله السعيد ب 100 هدف، 50 هدف مع النادي الاهلي، 36 هدف مع النادي الاسماعيلي، 40 هدف مع نادي بيراميدز. بالنسبه لموضوع برضو ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجوله ال 13، النادي الاهلي في المقدمه لعب 11 مباراه عند 33 نقطه، المقاولين العرب في المركز الثاني لعب 13 مباراه بفارق مباراتين عن النادي الاهلي في المركز الثاني ب 29 نقطه، الزمالك لعب 12 مباراه بفارق مباراه عن النادي الاهلي. عارفين كلنا النادي الاهلي عنده مباراتين مؤجلتين، مباراته مع الاهلي والزمالك ومباراه مع النادي المصري. الزمالك لعب 12 مباراة عنده 24 نقطة، الاتحاد السكندري لعب 13 مباراة بالتعادل مع بيراميدز النهارده عنده 22 نقطة في المركز الرابع، بيراميدز في المركز الخامس من 13 مباراة 20 نقطة، حرس الحدود في المركز الرابع من 13 مباراة عنده 18 نقطة، سموحة في المركز السابع من 13 مباراة 18 نقطة، الانتاج الحربي الثامن 18 نقطة، انبي التاسع ب 17 نقطة، الإسماعيلي العاشر ب 17 نقطة، المصري ال11 ب 16 نقطة، الجونة ال12 ب 12 نقطة، مصر المقصة في المركز ال13 ب 11 نقطة، طلائع الجيش في المركز ال14 ب 11 نقطة، اف سي مصر في المركز ال15 ب 11 نقطة، وادي دجلة في المركز ال16 ب 10 نقاط، وطنطا في المركز ال17 ب 10 نقاط، وأسوان في المركز الأخير ب 9 نقاط. ده كان جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برضه من الموضوعات اللي انا عايز اتكلم فيها، مش فاهم يعني هو يعني نجي لكم كده تقولنا كده، اجي لك يمين تجي لي شمال، اقول يمين تقول لي شمال، يعني مش فاهم. كل الناس دلوقتي بقت بتدافع عن وليد ازارو، وليد ازارو حالي دلوقتي بقى يعني الناس كلها يقول لك لا مش عايزين وليد ازارو يمشي، وليد ازارو بقى بديل جيد، المفروض هيبقى بديل جيد لإليو باجي. واحد زي علاء ميهوب، انا بحترمه وبحبه جدا علاء ميهوب يعني على فكره، اتكلم وقال لك بس انا متفهم موقفه، قال لك لا وليد ازارو ما يمشيش، فايلر مش قادر يشتغل او مش قادر يتفاهم ولا قادر يتعامل مع وليد ازارو، وهو من وجهه نظر علاء ميهوب انه افضل من افضل المهاجمين اللي جوهم في تاريخ مصر، شايف وليد ازارو هو حر ورايه يحترم وكل شيء. لكن انا عاوز اقول لك حاجه كابتن علاء، دي وجهات نظر، اولا غايه الناس أو رضا الناس غاية لا تدرك، عمرك ما هترضي كل الناس، لكن أنا يعني متفهم كلامك، لكن لأنك أنت السبب في مجيء وليد أزارو للنادي الأهلي. لما يمشي وليد أزارو معناها أن أنت اختيارك ما كانش جيد، يعني أنت ولجنة الكورة يعني أنت بتدافع عن، أنت كنت وقتها رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي وقت ما النادي الأهلي تعاقد مع وليد أزارو، يعني فأنت بتدافع عن وجهة نظرك يعني. ولما جه حسام البدري وجه ركن عماد متعب على الرف، هو في ناس كتير كانت شايفه ان لا وقت ما كان بيضيع برضه قبل ما يعتزل عماد متعب كان في وجود وليد، لا وليد ازارو عماد متعب لازم يشارك، جماهير النادي الاهلي بتتكلم كده. لكن مع ذلك النادي الاهلي عنده حاجه اسمها مدير فني، المدير الفني هو اللي بيقيم اللعيبه وبيحدد مين يقعد ومين يمشي، ومفيش حد بيتدخل في شغله. عندنا احنا في النادي الاهلي عارفين عمل مؤسسي، اسامه حسني نفسه نسيب الخطيب متجوز بنت الخطيب، لما جه يمشي بالسلام مع السلامه، مش هقدر مش هقول لك عادوا بالعقد، لا بالسلام. وغير عماد متعب بالسلام، انت دلوقتي تحاسب المدير الفني على ايه؟ هو شايف ان اي مدير فني عايز الصفقات او عايز اللعيبه اللي معاه اللي تحقق فكره وتنفذ فكره وتحقق الغرض اللي هو النجاح، غرض اي مدير فني انه ينجح مع الفرقه اللي هو ماسكها. مفيش مشكله شخصيه بين مدير فني، وحتى لو في مشكله شخصيه مش هيقدروا يشتغلوا مع بعض يعني. فانت هتفاضل تنشي فايلر ولا تخلي وليد ازارو؟ لا طبعا المدير الفني هو اللي يقعد، انا مش كل شويه هغير مدير اللعيب، معلش مع احترامنا يعني. وبعدين اي لاعب في الدنيا ما بنقولش يا عم وليد ازارو كان حلو قبل الاصابه لكن ما رجعش، مفيش حد بيفضل في مستواه، لكن في اللعيب بقى اللي هو بيجتهد وبيحاول يرجع وشغل نفسه فنيا وبدنيا بيعلم من نفسه تاني. لكن وليد انا مستعجل، وليد ازارو مع احترامنا لوليد ازارو حلو، ما كل الناس كانت السنه اللي فاتت يمشي 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 يمشي، دلوقتي لما جه يمشي لا قال هو عندي وخلاص مع مجلس اداره النادي الاهلي، ولازم نصدر ازمات لمجلس اداره النادي الاهلي، ما
ما تسيبوا الناس تشوف شغلها، وبعدين مع احترامنا خلاص هو هيمشي خلاص، ها نشوف نتائج بقى الراجل اللي هيجي ايلي ديانج مع النادي الاهلي، وبعد كده نقيم التجربه ونقول النادي الاهلي كان معاه حق ازارو يقعد ولا ما يمشي، ولا يمشي ايلي ديانج افضل من ازارو، ولا ازارو افضل من ايلي واجي افضل من ازارو، ولا ازارو افضل من ايلي. سيبوا التجربه نقيم، لكن كل الناس دلوقتي طالعه واللي طالع يقول لك احد الاخبار، لا ازاي يجيب واحد مش هداف زي ما قلت لحضراتكم ويمشي وليد ازارو، واحد يقول لك الحق ده ايلي واجي كان معروض على علاء عبد العال وهو كان ماسك الداخليه بمبالغ بملايين بكلام فاضي، النادي الاهلي جايبه دلوقتي بملايين. طب وهو لما اتعرض على علاء عبد العال هو ده كان قيمته؟ لما اتعرض مثلا انه اتعرض على علاء عبد العال هو ده كان قيمه؟ وبعدين يا عم علاء عبد العال افرض ان وجهه نظر في اللعيب مش عاوز يضم وشايف انه مش مناسب، زي مثلا في نادي الزمالك لما تم عرض محمد صلاح على نادي الزمالك وممدوح عباس رفض، دلوقتي محمد صلاح فين؟ ها؟ هل الزمالك لما يجيب، لو فرض ان الزمالك او الاهلي جاب، يقول لك الزمالك كان بياخد محمد صلاح بملاليم، دلوقتي جايبينه بملاليم، اي لاعب في الدنيا بيتطور. النهارده كان مستواه كده، بيفضل يتنقل يتنقل لحد ما وصل لمستوى معين بقى بسعر معين. محمد صلاح زي ما قلت لسه بنتكلم نضرب مثل بيه، كان رايح بازل بكام من المقاولين؟ كلام فاضي. طلع من بازل بكام؟ راح تشيلسي ب 11 مليون. طلع من تشيلسي راح اعاره فيرونتينا، ومن فيرونتينا تم تشيلسي باعه لروما ب 22 مليون. ها 22، طلع من روما ب 40 مليون او اكثر من 40 مليون لنادي ليفربول. النهارده لما اجي اقول ليفربول خد محمد صلاح من روما ب 40 مليون، اقول له لا ده كان معروض على الزمالك ب 10 مليون. ايه الكلام فكره؟ ولازم وخلاص نخبط ونقول نصدر ازمات للاهلي ومجلس ادارته ومشاكل، ربنا يشفي. اليو بادجي يتكلم عن النادي الاهلي وقال انه النادي عريق وده خطوه جيده بالنسبه لمسيرته، وبيتمنى انه يعني النادي الاهلي وجوده في النادي الاهلي يبقى مثمر ويكون النادي الاهلي بوابته للوصول الى منتخب السنغال. احنا كلنا بنتمنى ان النادي الاهلي يكون اختياره افضل زي اختيار فايلر كده ان شاء الله، ويكون اضافه للنادي الاهلي اليو بادجي ان شاء الله. استنى رايكم وتعليقاتكم على قصه عمرو الجنايني وحسام الزناتي على تقديم موعد مباراه انبي. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله.